كل مره اشوف فيها العالمين سواء اذا كان على الطبيعه او في التلفزيون ابقى قاعد مساهم اعمل كده. انا قلت بدل مره 5000 مره انا ضد كلمه ده عندنا في مصر. عندنا في مصر ايه اللي عندنا؟ مستغرب ليه يعني؟ طبعا لو ما كانش عندنا في مصر امال يبقى فين؟ على راي عمرو زكريا ساهم ساهم وجرح جيب لي العالمين على طول. المدينه بجد حلوه بجد جميله مش شكلا وبس يا جماعه موضوعا. حدوته من 2018 لحد دلوقتي 5 سنين بقى عندك كل ده. 5 سنين مش بس بنيت، 5 سنين نميت عمرت عملت مدينه ببيوتها بشواطئها بكورنيشها ال 14 كيلو اللي مفتوح لكل خلق الله بظاهرها باسكانها المتوسط وفوق المتوسط والاجتماعي بمصانعها باراضيها الخضراء الغناء في الدلتا الجديده. بقى ما انت لو كملت من العالمين دغري كده باتجاه الجنوب على طول تروح رايح على الدلتا الجديده. انت بتتكلم على حلم كبير والله انا ما بهزر. العالمين على الشط كده يعني العالمين في اقصى شمال جمهوريه مصر العربيه او اللي انت شايفه قدامك دي، وبعدين لو حبيت بقى تدي ظهرك للبحر وتكمل هتكمل هتروح على المناطق الصناعيه والجامعات ومش عارف ايه، وبعد كده تروح مكمل هوب هتلاقي الدنيا خضرت قدامك والعالمين اسف الدلتا الجديده معايا على الهواء مباشرة. زميل العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كلمني على مهرجان العالمين، المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط. واضح ان انت في واحد من المجمعات التجارية ايوة انا عارف المجمع ده اللي هو السقف بتاعه عامل زي السماء. قول يا حودة. مساء الخير يا يوسف واهلا بيك طبعا وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة. وزي ما انت قلت بالظبط احنا فعلا في احد المولات التجارية اللي السقف فيها عبارة عن طبعا السماء الصناعية. يعني احنا بنكلمك دلوقتي طبعا الساعة تقريبا 11:30 بالليل، بس كل اللي بيدخل هنا المول في اي وقت بالليل يحس طبعا ان هو في ضوء النهار، فده طبعا ما يميز هذا المول التجاري اللي موجود هنا في الممشى السياحي، وده يعتبر أول مول هنا في مدينة العالمين الجديدة، وده تم افتتاحه السنة اللي فاتت. والحقيقة هو بيقدم خدمات كبيرة جدا. في الأول بس خلينا أقولك أنت طبعا شايف دلوقتي الشكل الديزاين عامل إزاي طبعا بتاع المول، وأكيد هتشوفوا في اللقطات اللي هتعرض لحضراتكم الأشكال والتصميم اللي موجود عليه المول. عايز أقولك أن التصميم أو شكل المول ده هو الخامس على مستوى العالم والتاني في الشرق الأوسط المصمم بهذا الشكل. الله. فبالتالي عايز اقول لك كل الناس اللي بتدخل المول هنا بتنبهر بشكل المول وبجمال المول من اول ما بتدخل من البوابة. المول ده موجود على مساحة 49,000 متر مربع، دي المساحة البنائية الكلية للمول. المول فيه 37 محل، ما بين بقى محلات تجارية، ما بين مطاعم، ما بين كافيهات، ما بين كمان البنوك. احنا عندنا هنا منطقة بنوك وعندنا اي تي ام سنتر موجودة، كل ماكينات الاي تي ام موجودة، كل البنوك موجودة كمان وبتشتغل لحد ساعات كبيرة بالليل. فده طبعا بيتواكب مع الزوار اللي هيأتوا إلى مدينة العالمين ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، لأن عايز أقول لك كمان إن المول ده تابع أو محيط به 6 أبراج ما بين أبراج فندقية وسكنية، وأحد هذه الأبراج طبعا اللي هيستضيف كل الضيوف نجوم مصر والوطن العربي والعالم اللي هيكونوا موجودين في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. وعايز أقول لك إن هنا في حركة سياحية كبيرة جدا داخل المول، لأن زي ما قلت لك هو المول ده في الممشى السياحي المطل على شاطئ البحر المتوسط في مدينة العالمين وبطول 14 كيلو متر، وهو أول مول تجاري هنا في مدينة العالمين. والحقيقة الناس هنا في أجواء من الفرحة وأجواء من الانبساط بالشكل اللي معمول بالمول، من شكل بقى البلكونات، الأشجار، الإضاءة، السكاي لايت، كل حاجة هنا بصراحة معمولة بتصميم دقيق جدا علشان يواكب
كل طبعا المولات التجارية على مستوى العالم. خلينا أقول لك إن هنا كمان إحنا عندنا سينما، عندنا سينما فيها تقريبا حوالي 3 قاعات، وعندنا قاعات VIP وقاعات جولدن، وعندنا كل القاعات موجودة هنا في السينما اللي بتقدم كل الخدمات الترفيهية لكل الزائرين. ويمكن النهاردة كمان في إقبال كبير جدا على السينما وعلى الحفلات اللي موجودة في السينما. ده غير بقى إن أصلا المول التجاري هو مباشرة أمام العالمين أرينا، وهي المنطقة اللي هيكون فيها حفل الفنان تامر حسني يوم الجمعة. والنهاردة إحنا كنا بنتابع كمان التجهيزات النهائية واللمسات الأخيرة لحفل الفنان تامر حسني، ويمكن خلاص الستيج تم الانتهاء منه، أعمال الإنارة والإضاءة بيتم الانتهاء منها طبعا، مع طبعا تنظيم بوابات الدخول والخروج لاستقبال أول حفل فني. إحنا تقريبا أقل من 48 ساعة هنبتدي إن إحنا نستقبل أول حفلة فنية من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. عايز أقول لك أنا حواليا هنا كل الناس وكل الفئات طبعا، ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، كل الناس هنا يوسف، بمجرد ما بيدخلوا المول بيلتقط الصور طبعا، بيبتدوا إن هم يتصوروا ينزلوا الصور دي على السوشيال ميديا، ويبتدوا إن هم يتكلموا إن إحنا هنا مش في أوروبا، إحنا في مدينة العالمين الجديدة، مدينة مصرية تضاهي كل المدن الأوروبية وتضاهي كل مدن العالم. لأن زي ما قلت لك في بداية الرسالة يا يوسف، إن إحنا ده المول اللي بالشكل ده هو الخامس في العالم والتاني في الشرق الأوسط. فالحقيقة حتى المصريين هنا لما بيدخلوا المول فخورين إن ده موجود في مصر، وفخورين ان التصميم ده والحاجات دي. بشوف انا شايف في ناس اهو عماله تصور المول وتصور الاشكال اللي موجوده، جنسيات عربيه، جنسيات اجنبيه، مصريين من كل المحافظات، كل الناس هنا موجوده الحقيقه مبسوطه ومبهوره بالاداء ده. وعايز اقول لك ان حتى صور المول منتشره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ان بمجرد ما بتدخل على المول التجاري اللي موجود في مدينة العالمين تبتدي تظهر لك بقى كل الصور اللي موجودة عن المول، عن شكل السماء الصناعية، عن كل الحاجات الجميلة اللي موجودة في المول، كمان يعني بيقدم كل الخدمات الترفيهية إلى أبعد الحدود. المكان فعلا جميل هناك، أنا رحته المرة اللي فاتت ورحته السنة اللي فاتت كمان أول ما اتفتح، لما رحنا زرنا العالمين وصورنا هناك. كان هناك جميل ومبهر. خلينا الاول اشكرك يا محمود، وبعدين هحسدك حسد خفيف كده، ما شاء الله يا عم محمود انت هتنبسط وهتحضر حفله تامر حسني وحاجه اخر لطافه. ماشي يا حوده، اشكرك جدا زميل عزيز محمود جميل.